طيب كما انك انت ايها الاب في وانا فيك، ليكونوا هم ايضا واحد فينا. كما انك انت ايها الاب في وانا فيك، ليؤمن العالم انك ارسلتني وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، ليكونوا واحد كما نحن واحد. ليكونوا واحد كما نحن واحد. النص اليوناني بتاع يوحنا 10:30 بيقول ايجو كاي هوباتير هن اسمين. هن يعني واحد. ايجو كاي هوباتير هن اسمين. هن يعني واحد. كلمة هن شايفينها دلوقتي قدامنا على الشاشة، النص اليوناني مكتوبة واحد. ونفتح النص بتاع يوحنا 17:20-30، ليكون واحد. كلمة واحد هنا هي نفس هن، وهي هنا هن، عشان بس ما حدش يجي يقول بعد كده لا اصل الوحدة في النص اليوناني، اصل مش عارف في النص اللغة العربية، يقعدوا يشوفوا في اللغة العربية شوية ما عرفش ليه بيكرهوها يعني، ويقول اصل اللغة العربية ناقصة والكلام الفاضي بتاعهم ده. ادينا بنوضح لكم من النص اليوناني كلمة هن واحد. وحدة المسيح مع الاب هي وحدة التلاميذ مع بعض، والتلاميذ مع المسيح، والتلاميذ مع الله. تعالوا نقرأ نص تاني في انجيل يوحنا 17:11، لن ابقى في العالم اما هم فبقون في العالم، وانا ذاهب اليك ايها الاب القدوس، احفظهم باسمك الذي اعطيتني حتى يكونوا واحد مثلما انت وانا واحد. مثلما يعني ايه؟ يعني زي انا ومحمد واحد، زي ما محمد ومحمود واحد. يعني زي، طب ما هم كلهم واحد اهو، هم انت ايه الكلام انت بتقوله ده؟ انت مش عارف انت بتقول ايه؟ تعال نسمع كلام بابا شنودة ونرجع ليكم تاني. بس قبل ما نروح يعني التسجيل، هو بابا شنودة بيقول كلام خطير. انا والاب، هي واهنا. انا بس قبل ما يعني كتعليق بس بسيط قبل ما ندخل على تسجيل بابا شنودة وننتقل للنقطة بتاعت بابا شنودة، انا والاب واحد. أنا ومحمد، يبقى أنا غير محمد واحد. حاجة من حاجتين، إما تكون وحدة حقيقية زي ما أنت بتدعي إن هي مش مجاز، ودي هتبقى فيها مشكلة وهقول لك ليه. إما يكون وحدة مجازية. طيب لو الوحدة الحقيقية المسيح مش هو الآب، وإلا لكان قال أنا هو الآب، يعني ما كانش هيقول أنا والآب واحد، لا ده كان يقول أنا هو الآب. طيب دي بالنسبة للوحدة الحقيقية. طب الوحدة المجازية موافق عليها مجازا؟ خلينا نسمع تسجيل بابا شنودة وهو بيقول ان الاب مش هو الاب، والاب مش هو الاب. يا استاذ وحيد ويا استاذ رشيد نسمع التسجيل وهنرجع ليكم عشان نعلمكم حاجات تانية اكتر. واحد بيبعت السؤال وجوه السؤال ارضى لاهوتية شنيعة، بيقول لماذا نقول في قانون الايمان نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحرم باتت من الاب وحطت تحت من الاب قط، ولا نقول الرب المحرم منبثق من الاب والابن، طالما ان الاب هو الابن والابن هو الاب؟ لا، الاب ليس هو الابن ولا الابن هو الاب، دي هرطقه من الهرطقات. رجعنا ليكم بعد كلام البابا شنوده، الاب ليس هو الابن ولا الابن هو الاب، ده هرطقه من الهرطقات. مش عارف ايه تعليقكم على الكلام ده. الاب مش هو الابن، والابن مش هو الاب، ده كان بابا شنود، لكنهم واحد. يعني هما واحد بس مش واحد، هما اتنين بس واحد لكنهم اتنين. مش عارف ايه اللخبطه دي، عايزين نوضحها لما تفهمونا عشان اوضحها للمسلمين، يعني المسلمين يعني ما عندهمش روح القدس زي ما انتوا بتدعوا. نقل لنص تاني مهم جدا في انجيل يوحنا الاصحاح 14 العدد 10، ولست تؤمن اني انا في الاب والاب في الكلام الذي اكلمكم به، لست اتكلم به من نفسي لكن الاب الحال فيا هو يعمل الاعمال. طبعا هو ما شرح النص على الاطلاق، خلونا بس نسمع التسجيل بتاعه ونرجع لكم تاني ونعلق على كلامه. يقول أنا والآب واحد، الآب الحال فيا. هل يجرؤ النبي على وجه البسيطة أن يقول أنا والله واحد؟ هل يجرؤ نبي يقول الذي يراني فقد رأى الله؟
وبعد ذلك يقول لك هذا مجاز، هذا ليس مجاز. رجعنا ليكم تاني، نص خطير جدا. انا في الاب والاب فيا، واحنا مش هناخده مجاز، احنا هناخده زي ما هو. يبقى انا في الاب، المسيح في الاب، ماشي ماشي هنفوتها. والاب فيا يعني الاب في الابن، الاب اسف في يسوع، يبقى الاب هو اللي تجسد في يسوع. احنا بقى مش هناخدها مجاز، كلام غير صحيح. خلينا نشوف سياق النص. احنا عايزين المسيحيين واتباع زكريا بطرس واتباع رشيد ووحيد، وانت يا استاذ رشيد انت انا عارف ان انت ممكن تكون اكيد هتشوف طبعا كلامي ده، مش تقدر تعلق عليه بغض النظر يعني هتعلق ولا لا. عايزك تقرا الكتاب المقدس بنظره حياديه اكتر من كده، عشان كده احنا سميناه البرنامج بتاعنا نظره حياديه. اقراه كله، ما تاخدش نص وتسيب نص تاني. تعال نشوف النصوص اللي انت سبتها. تعالى نفتح رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 4 عدد 15. النص بيقول من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. الله يثبت فيه وهو في الله. الله يثبت فيه وهو في الله. إيه ده يعني؟ الله هيثبت فيه، هيبقى فيه وهو في الله. من رأى أنا في الأب والأب فيه. الله يثبت فيه وهو في الله. طب ما هي هي نصوص كلها زي بعض، نفس الكلمه اللي اتقالت عن المسيح اللي انت مش عايز تاخدها مجازيه اتقالت عن غيره المؤمنين. انا لو مؤمن اقول انا والاب واحد، انا لو مؤمن اقول انا في الاب والاب في، حسب نصوص الكتاب المقدس. فانت لما تيجي تقول ان ما حدش يجرؤ يقول، لا انا بقول لك انت كذاب، عشان انت ما قراتش كلام المسيح، او مش كذاب انت مدلس، ممكن يكون الاثنين بمعنى واحد، لان انت بتكذب وبتدلس. ليه؟ لان انت قرات نصوص واخفيت بعضها، وبتدعي ان الشيخ الزوبي بيخفي بعضها، يعني انت بتتهم الشيخ باللي فيك. طيب انا عايز اكرر بس على نقطه مهمه، التعليق اللي قاله اسمه ايه ده رشيد او وحيد تقريبا، اسمعوا ونرجع لكم تاني، نقطه مهمه جدا جدا جدا. وبعد ذلك يقول لك هذا مجاز، هذا ليس مجاز، لان المسيح له كل المجد. قطع عليهم الرجوع الى المجاز لانه قال الآب الحال فيا، الآب الحال فيا، يبقى ما عادت مجاز على الإطلاق. سمعنا كلام وحيد، كلام بصراحة يعني مضحك جدا. قرأ النص، طب ما تشرح فين التفاسير انت بتستند إليها او عليها. بتتهم المسلمين ان هم مش بيرجعوا لتفاسير، وانت لا بترجعش، انت ما بتعرفش، انت هتلاقيك اصلا ما تعرفش التفاسير شكلها ايه. يا دوب انت عندك وراك التفسير التطبيقي للكتاب المقدس تفتحه وشكرا على كده. التفسير التطبيقي يعني تفسير يعني ايه؟ على ما تفرج، مش كده؟ طيب طبعا انا مش قصدي اساءة، انا بس يعني هو تفسير واحد، لا المفروض يكون عندك كذا تفسير، دي مش اساءة طبعا. احنا يعني ضد كل الاساءات او ضد اي اساءات عموما للغير. طيب خلونا نركز في النص، لان الاب الحال فيا هو يعمل الاعمال، الاب هو حل في المسيح، يعني الاب هو اللي تجسد. ما احنا هناخدها بقى زي ما هي، الاب هو اللي تجسد. هل انت مؤمن بكده؟ مش مؤمن بكده. الاب لم يتجسد، الابن هو اللي تجسد. انت عايز تاخد النصوص دي كده ليه؟ عشان توافق معتقدك، تقول نص، عايز تقول نص وترميه وتفوت ده النصوص زي ما بنقول. تجيب الاب الحال فيا واعمل الاعمال، انا في الاب واحد، مره انا في قدراء الاب قبل ان يكون ابراء، ده النصوص وخلاص. ما تشرح النص، يعني ايه النص ده؟ عايزين نعرف يعني ايه الاف الحال فيا هو يعمل الاعمال. عايزين نعرف. انت قلت ان احنا مش هناخدها رمزي، خلاص خدها حقيقي، يبقى الاب هو اللي تجسد، صح؟ موافق على الكلام ده؟ طيب خلينا نقرا في نصوص الكتاب المقدس، واتمنى ان انت الحلقه الجايه تجيب بقى تفاسير للكلام ده، يعني تقول ان ده بيدل ان الاب تجسد. ما نعرفش انت هتجيب النصوص دي على اساس ايه. لو انت هتاخده زي ما هو ضد ايمانك، لو هتحوله يبقى ضد كلامك اللي انت قلته الحلقه اللي فاتت بتاعت 10/6 يعني 2010. نقرا نصوص بتؤكد ان روح الله تحل على البعض. حزقيال 11:5 وحل علي روح الرب وقال لي الرب قل هكذا قال الرب هكذا قلتم يا بيت اسرائيل. اخر النص سفر العدد الاصحاح 11 العدد 26 وبقى رجلان في المحله اسم الواحد الداد واسم الاخر مداد فحل عليهما الروح. حل عليه، لكن الاب الحال فيا يعمل أعمال. طيب رسالة يعقوب 4:5 أم تظنون أن الكتاب